إلى ذلك تشرع ولاية الجزائر قريبا في تنفيذ مشروع 500 إشارة ضوئية عبر مختلف مفترقات الطرق في خطوة إضافية لتنظيم حركة المرور والتي باتت كابوسا لمختلف مستعملي طرقات عاصمة البلاد. تفاصيل أكثر مع محمد بومجو ورفيق خلف الله. هنا بمفترق الطرق بالمكان المسمى مناخ فرنسا بواد قريش بالعاصمة اكتظاظ مروري وفوضى في حركة السيارات، شيء يبدو عادي في ظل غياب الإشارات الضوئية عكس مفترق الطرق عند مدخل حي باب الواد أين تنظم إشارات ثلاثية اللون حركة المرور. ماذا بنا يكونوا لي في رجال وما ماشي كما يقولوا لازم يكونوا إلكترونيك، فهمتني، باش كل واحد عنده وقت ديالو اللي يوقف فيه واللي يروح فيه، فهمتني، باسكو علاش دعوة راه تخلطت قاعدتك دوك انت من الاجي الحراش ديت ثلاث سوايع امبوسيبل عليا. كيزيدوا لي فيروج ما شكيتش ينقص لا كومبرومو على خاطرش بزاف كاين لي فيروج سي بون، دوك البوليسيه دارهم بزاف برا ما كاش كيفاش خويا. مصالح ولاية الجزائر وفي محاولة لمعالجة مشكل الاكتظاظ المروري بالعاصمة تتشرع في تنصيب 500 إشارة ضوئية عبر مختلف مفترقات الطرق. على مستوى العاصمة مشروع تاع 500 مفترق طرق وراح نديرهم تدريجيا، رانا حاليا رانا حبينا نديروا شركة مختلطة مع أجنبيين مختصين في هذا الميدان، شركة ولائية مختلطة باش تنجزنا هذا المشروع. الزحمة المرورية التي تحولت إلى كابوس حقيقي يواجه كل مستعملي الطريق، فهل ستنجح وصفة والي العاصمة عبد القادر زوخ في القضاء على أزمة الاختناق المروري؟